14. فكرة السؤال معادلة مستوى ليك مكتوبة هون، يمر من نقطتين ويعامد مستوي معطى في المسألة. العملية بسيطة جدا. المستوي شو بده؟ بده نقطة. طب هو عم يقول لك يمر من نقطتين، يعني أنت معك النقطة. إما آ بالسؤال ها 14، إما آ أو ب، عم نحل السؤال 14. لما عدنا التسجيل نسينا نقول انه هو نفس السؤال 4، كتاب جنبه نفسه التمرين 4، يعني نفس الفكرة. وقلنا لكم في 3 اقسام، انا رح حل الاولى وانت لو بدك تجرب الثانية والثالثة بالبيت بنفس طريقة الاولى. اذا النقطة معنا يا مين ضل؟ ضل الناظم. الناظم يا حلوين حتى نطلعه بده علاقتين تعلمناها المرة الماضية. فنحن مشان نقرب شوي من مخنا تعال نحاول نرسم شوي. عندنا مستوي، هذا مستوي بي، هذا الناظم تبعه معروف معنيا. هاي ناظم، خلينا نسميه ناظم بي. والطلب الثاني سوري، والمستوي اللي بيعامده اللي انت بدك تطلعه اسمه شو؟ كيو. وهالمستوي كيو عم يمر بالنقطتين A و B. فلاحظ ناظم كيو، هاي ناظم كيو، عمودي عمي، عمودي على ناظم بي، لأن المستويان المتعامدان ناظماهما متعامدان. معناها الناظم من وين بدي يجيبه الشباب؟ من علاقتين. أول علاقة بقول ناظم بي عمودي على ناظم كيو، تعطيني علاقة أولى. وضربها ببعض بيساوي صفر، رح حلها طبعا. العلاقة الثانية من وين نشوف؟ ناظم كيو، وين سمعت الناظم؟ ناظم كيو عمودي على الآب. ليه؟ الناظم عمودي على كل المستقيمات أو الأشعة الموجودة في المستوى. إذا العلاقة الثانية ناظم كيو عمودي على مين كمان؟ على آب. علاقتين بمجهولين بنحلوا مثل ما تعلمنا الدرس الماضي. يلا ننطلق إلى الحل. بس قبل الحل، الطلب الاول بال 14 كانه قايل لي تيقن شغله، هاتوا لنشوف شو بدنا. السؤال 14 تيقن يعني اثبت، بالامتحان ما بيقولوا تيقن، شو بيقولوا؟ اثبت. اثبت ان ابي ليس عمودي على المستوي. فكر فيها شوي، عصور مخك، ابي ليس عمودي على المستوي. طب تعال نفكر، اذا كان ابي عمودي على المستوي شو يعني؟ اكتبوا تمام بالامتحان، بس تضيع معك ايدك واقلامك. هاي مستوي وهاي ناظم، دايما مستوي وناظم. انا عم اقول لك الاب عمودي على المستوي، عين هو والناظم شو صاروا؟ مرتبطان. انا ما بصير نقول متوازيان، مرتبطان. اذا كانت الاشعه هيك شكلها وهيك شكلها شو بيكونوا؟ مرتبطان. معناها اذا كان المستقيم بيعامد المستوي معناها هو مرتبط مع الناظم. طب هو عم يقول لي مانو عمودي على المستوي، معناه هو مانو مرتبط مع مين؟ مع الناظم. اذا اكتب لو لنا كلمه تيقن، اكتب نبرهن نثبت ان اب غير مرتبط مع الناظم. نثبت ان اب غير مرتبط مع مين؟ مع ناظم المستوي. معادله المستوي ب، اعطينا اياها يا هاله. يلا صح؟ اكس زائد واي زائد زد شو بيساوي؟ صفر. اعطينا الناظم يا خال، ناظم مين؟ اسمع، واحد واحد. برافو، امثال اكس امثال واي امثال زد. هلا هذا الناظم هو والابي ما لازم يطلعوا المركبات متناسبه. طلعنا الابي يا رقية، انت ما معك كتاب، سيلين طلعي لنا الآب. واحد ناقص واحد ناقص واحد صفر، صح معا؟ هاتي نتالي،
أول واحدة واحد. مو الحق عليكم، حالة مسألكم. اسمع حط علي. أستاذ ناقص واحد. أيوة. واحد واحد. صح؟ إيه. ياك شباب يا بلا. لذلك قالوا لو شوفوا بنتين ما قدروا يطلعوا من الشاب، لذلك شهادة الرجل ببنتين أو بامرأتين. برافو علي، بيا الفيديو رفعت راسنا، فيديو ثاني شاشة. هذاك نزل راح بدرس النهايات مدري ايش تبقى. هلا علي كمل فكرتك بما انك اليوم صحصح الحمد لله، على طول بدي اجيبك لعندي. هدول لازم يكونوا غير مرتبطين، كيف يا حبيبي؟ استاذ استاذ الكبير الكبير استاذ النهاية البداية. الاكسود ايوه بابا اسمعوا واحد ناقص واحد هل يساوي اعطينا البعدة واحد على واحد لا شو رايكم لا نشطب مين بنقول المركبات غير متناسب طبعا لما بتشطب المساوات ما في داعي تكتبها لها بس توضيحيه اكثر فالشعاعان شبان غير مرتبطان فالنقاط ليش لا مو بالضبط هي السياره ركبت خامس وبتطير كل شيء حواليها واخر شيء فاضل بالضبط ما عم يسالك هون عن النقاط يعني عم يقول لك هل ابي يعامد مستوي ولا لا؟ لا يعامد مستوي ليش؟ لانه ما طلع مرتبط مع مين؟ مع الناظم اذا ارتبط مع الناظم عمودي اذا ما ارتبط مع الناظم ليس عمودي اذا ابي لا يعامد شو اسم المستوي بي هذا تيقنا تعرف مين بيقول لي ليش عم يطلب هذا التيقن بيرفع الايد مين بيقول لي ليش عم يطلب منك هالطلب بيرفع اليد قل بيرفع اليد يعني لا تحكي بربر ارفع يدك تعلم الانضباط تعلم التحضر استاذ شو لما ناطر بدك ترفع ايدك ما تحكي هسه مين بيرفع ايده هات التسني ما اعطيتينا جواب الكافي والشافي هات علي استاذ يعني بعد اسم معطي معادله المستوي لازم يكون معنا معطيات من الطلب الاول لازم يكون حاسبين الاول بي حتى نعرف نحل بعد ما اعطيتنا جواب شافي طب اللي عم يحضروا على اليوتيوب يفكروا شوي قبل ما حل ليش عم يقول لك تيقن انه الابي ما بيعامد المستوي بي جرب ليس شو خط الأعبار؟ إذا كان بيعامد المستوى بي بيكون هو نفس الناظم. أحسن. لهو لو بيعامد المستوي بي كان هو الناظم وأنا ما كنت تعذبت كل عذاب إيجاد الناظم. عرفت ليه؟ مشان ما يخطر على بالك إنه أبي هو نفسه مين؟ الناظم. ليش؟ لأنه لو هو بيعامد البي كان هو نفسه مين؟ الناظم. ما كنا تعذبنا بإيجاد مين؟ الناظم. لذلك هذا الطلب الأول دائما شو عم يكون؟ تأكد انه هذا ما هو ناظم وكأنه عم لك بعدين طلع لي مين الناظم يلا نطلع الناظم مع بعض اول شيء بنقول نفرض ناظم كيو شو عم نرمز له كنا ا بي سي الان يلا اول علامه ناظم كيو عمودي على مين قلنا ناظم بي معناها بنضربهم ببعض ناظم كيو ضرب ناظم بي شو بيساوي؟ صفر يلا ضربوهم ببعض وينهم؟ هدول هذا ناظم بي وهذا ناظم كيو أ بي واحد أ زائد ب بي واحد ب زائد س بي واحد س بيطلع صفر علاقة أولى بدنا علاقة ثانية هالمرة بنضرب ناظم كيو مع مين؟ عمودي على مين هو؟ أ بي بيعطينا علاقة ثانية
يا بر 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 ضاعت الابي عندي انا ليك الابي ناقص ا زائد بي زائد سي بتساوي ذكر المره الماضيه علاقتين بمجهولين ان اسهل طريقه نفرض واحده من هذول عدد سي تساوي هذا عدد واحد عوضهم باثنيناتهم بتصير العلاقه الاولى هون هون مبين يا شيماء زائد ب زائد واحد بيساوي صفر هاي العلاقه الاولى اعطونا العلاقه الثانيه شو بتصير ناقص زائد ب زائد واحد بيساوي صفر علاقه ثانيه طبعا في عالم بالقاعه اخذين الدرس مكان ثاني وفي عالم على اليوتيوب اخذينه مكان ثاني في احدى الطرق المطروحه عم بيقولوا نفرض السي الفا طول بالك شوي السي مجهوله والالفا شو؟ كيف تفرض السي الفا؟ يعني شو كيف يعني تفرض السي الفا؟ عم لك انا في بهالمنصه ثلاث بنات ريحني من وحده منهم بتشيلها لهالبنت اللي لابسه اخضر بتخلي وحده لابسه اسود فهون اسهل طريقه هي هاي تعلمها وما تحل بكثير طرق تعلم طريقه واحده فرض السي عدد على كيفك بيطلع معك معادلتين بكم مجهول؟ بمجهولين، هلا حلهم حلا مشتركا، خلينا نحلها بالجمع، طبعا معادلتين مجهولين بتصير حذف بالتعويض، حذف بالتساوي، بالرقص، بالدبكة، طريقة عليك. اجمعهم. بتروح الـ مع الـ 2 بي زائد 2 بيساوي صفر بيساوي 1 2 بي بيساوي ناقص 2 ما قلناها بي تساوي طلع الناضج الحمد لله ما طلع هلا نعوض في واحد عوضونا اياها بالاولى مره ثانيه الأ صفر لا سوري البي ناقص واحد ناقص واحد زائد واحد ضل الأ لوحده مع الصفر اذا الأ تساوي صفر هلا طلع الناظم اخيرا ناظم كيو شو طلع الأ؟ صفر والبي ناقص واحد والسين هاي طلعها طبعا في عالم بيقول هيك خطا لا مو خطا فينك تحط اليساوي فينك ما تحط اليساوي جنب الشهود بعد ما طلعنا الناظم احنا بدنا معادله المستوي معنا الناظم وبدنا نقطه يا الأ يا البي ما بنستخدم وحده منهم اي وحده بدكم الأ تكرمي شو قانون معادلة المستوي؟ أ إكس ناقص إكسات الأ زائد ب واي ناقص وايات الأ زائد س زد ناقص زدات الأ شو بيساوي؟ بس أعطونا الأ ليك الأ وليك الب وليك س صفر في إكس ناقص إكسات الأ واحد من بين علي عندكم واحد زائد الباء بين وين ناقص واحد في واي ناقص صفر زائد بناقص زائد س في زائد ناقص صفر شو بيساوي هلا صفر بمقدار باي باي شو ضل عندنا ناقص واي زائد زد شو بيساوي؟ صفر هي المعادلة بنفس الطريقة بدنا رقم اثنين ورقم ثلاثة بكرة رح شوفهم ان شاء الله واللي ما مجربهم بكرة رح اخضع على الغرفة على المنفردة هونيك عم تسجل الشيء صحية لهي معلش مشان زائد 18 في شغلة بدنا ننبه عليها كنا عم نسأل ليش عم يقولوا تيقن ا ب لا يعامد ب مو لا يعامد كيو مو لأنه ال ا ب ما له ناظم مثل ما حكينا من شوي ركزوا معنا شوي طب تعالوا نعملها بعامد لنشوف شو بده يصير ها شو في قد تصير هاي ال ا ب شو عملتها بتعامد مين بتعامد البي فصار هو نفسه ناظم بي يعني ما عاد يطلع عنا علاقتين احنا كم علاقه بدنا
علاقتين. يعني لما بدك تضربي ناظم كيو بناظم بي وبدك تضربيه بالآبي، الآبي هو نفسه ناظم بي لأنه مرتبطين صاروا، فما عاد يطلع عنا شو؟ علاقتين. يعني النقطتين اللي بدهم يعطوك اياهم جوا المستوي ما لازم يطلعوا مرتبطين مع مين؟ مع ناظم البي، لانه العلاقه هاي بدها تطلع نفس الشيء، بدهم يختفوا كل المجاهيل وما رح نقدر نحسب الناظم. ايجاد الناظم كم علاقه بده؟ علاقتين. فلو كان هذا بعامل بي كان طلع مرتبط مع الناظم، وبالتالي العلاقتين كانوا بيطلعوا متكافئتين، يعني ما عاد في علاقتين بمجاهيل. تفضل.